أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بصحة وسلامة. في حين يذهب الكثيرون إلى أن البندقية لا تواجه إلا بالبندقية، يذهب آخرون إلى أن هناك أسلحة أخرى ذا فعالية كبيرة كفرشات الرسم وآلات الموسيقى وقلم الكاتب والشاعر والروائي. شباب يقاومون الحرب وتأثيراتها على نفوس المواطنين بالإبداع، يحاولون تجميل ما يستطيعون تجميله من ملامح الحياة التي شوهتها الحرب بطرقهم الخاصة بالرسم، بالعزف والتمثيل المسرحي والكتابة وبأنواع الفنون المختلفة، رغم معرفتهم أن الناس لم تعد تهتم إلا بلقمة العيش ومقومات الحياة الأساسية، لكنهم يفعلون ذلك لإيمانهم بأن للفن والإبداع دورا يجب ألا تغيبه الحرب ولا عذر لأصحابه عن الغياب والتواري في زمن الأزمات. عن شباب يقاومون الحرب بالإبداع سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المنصة، لكن قبل البدء باستقبال الاتصالات والمشاركات نتابع هذه التصريحات التي أخذها مراسلنا من الميدان. يعني عملنا وأيضا عملنا في عيد الأم، عملنا مبادرات كثيرة وهذا غلطان لغى الفن، يعني مش له تأثير، الفن له تأثير عظيم. في ظل هذه الحرب أحبط الكثيرين، والكثيرين لا زال يقاوم، أمثالنا احنا الشباب لازلنا نقاوم وندرس في حتى في ظل فترة الحرب ندرس في معهد جميل قانون، ونحن الآن خريجين على وشك التخرج ونقيم بعض الاحتفالات، وبعضهم الحرب دمرت في نفسياتهم، ولكن أعدك أن هذه الحرب لن تكسر ما في داخلنا من حب للفن، وسيظل الفن شعارنا. سنبدد العنف وسنحارب العنف بالموسيقى، بالرسم، بالمسرح، بتقديم كل ما هو جميل. هناك مقولة سابقة تقول من رحم المعاناة يولد الإبداع، وفي هذه الحرب خرج المبدعون بشكل كبير. من هذه المعاناة ومن هذه الحروب خرج الكثير من المواهب، سواء من مصورين ورسامين وفنانين، لأنه في فترة الرفاهية وفترة الراحة لا يحتاج الشخص إلى إخراج مواهبه وإخراج كل ما يحتاجه، ولكن مع الحرب تكون هناك صقل لهذه المواهب. فواهم من يقول أن البندقية لا تواجه إلا بالبندقية، البندقية تواجه بالفكر وتواجه بالإبداع وتواجه بالفن وتواجه بالخيال. هناك الكثير من الناس لا يحتاجون إلى القتال، بل يحتاجون إلى الموهبة، يحتاجون إلى الإبداع، يحتاجون إلى الفنون، يحتاجون إلى التوعية. كل هذه الأشياء كان لها أثر كبير، وكان هناك نهضة كبيرة في هذا المجال بالذات للشباب النازحين. نعم، كثير من الشباب استطاعوا مواجهة هذه الحرب باستخدام مواهبهم وبتوظيف مواهبهم، وذلك من خلال إرسال الرسائل السلام إلى الناس ونشر روح المرح والابتسامة على وجوههم، وبهكذا استطاعوا مواجهة الحرب وتسخير مواهبهم لمواجهة الحرب بشكل عام. أنا أقول نعم، نعم وألف نعم، إن الإبداع بشتى مجالاته من الممكن أن يكون سلاحا آخر لإيقاف هذه الحرب. إن الإبداع بفننا بالإنشاد سواء بالرسم، الرسم كما يعني ومن أبرز يعني ومن أبرز الناس الذين أشير إليهم أثروا على هذه الحرب. حاولنا أن احنا نسخر مواهبنا، نسخر قدراتنا من خلال التمثيل، من خلال التقديم، من خلال المسرح، لتغيير لون الحياة التي عاشت وتعز في ظل هذه الحروب. حاولنا أن احنا نحولهم من حالة الحرب، من الحالة النفسية المضررة في هذه الحرب، إلى الحالة المبتهجة، الحالة الجيدة. بالنسبة لنا كممثلين حاولنا ان احنا ننقل رساله للشعب اليمني وغيره، تمام، ولكن لم نوفق باسباب الحرب والعيشه. الناس يبحثوا عن لقمه العيش هذه الايام، الدنيا صعبه، امور صعبه، فما فيش مجال حتى تخرج تأدي رسالتك للناس، وكرأيك تبدي رأيك للناس، وهذا كما ترى الحال احنا عليه، ونقول نتمنى ان الوضع يصلح وتصلح اليمن. اهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدا باستقبال اول اتصالات هذه الحلقه. ومعنا من دمار الكاتب الشاب محمد الغرباني. مرحبا بك محمد، عيدك صحه وسلامه.
اهلا وسهلا بكم، كل سنه وانتم طيبين، وينعاد على اليمن ان شاء الله وهي في خير وعافيه. وانت طيب، نورتنا محمد. محمد، ربما البعض يرى ان موضوع هذه الحلقه غير مناسب لهذه الظروف، وان حديثنا عن الفن وربما استمرار الفنانين بتقديم ابداعاتهم ربما من باب الترف. محمد، كيف ترى انت للموضوع؟ كيف يمكن الرد على هؤلاء؟ وهذه واحدة من أهم النقاط اللي بيغفل عنها للأسف الكثير، سواء صناع القرار أو المؤثرين على صناع القرار. يعني دائما ما ينصت السياسي للمثقف بحيث أنه يساعد على إدارة دفة الحياة بشكل أفضل، بحيث أنها أيضا تساعد على تطور المجتمع والناس. فالحديث عن الثقافة والحرب في زمن الحرب هو الأهم، لأنه باستطاعته يترجم الحالة اللي بيعيشها الناس، وفي نفس الوقت يوفر لهم خطاب غير اللي بيسمعوه دائما من خلال شاشة التلفزة. الخطاب المؤجج للحرب، الخطاب المؤدي للفتنة، الخطاب الذي يؤدي إلى القتل. فالمثقف والثقافة والفن هي أهم ما يجب الحديث عنه في مثل هذه الأيام، حتى يستطيع السياسي صانع القرار والمؤثرين على صناعة القرار أنهم يداركوا المشكلة. محمد، أنت كان لديك مجموعة رسائل نوب الغياب التي كتبتها لمجموعة واسعة من أصدقائك، حدثنا عن العمل. متى خطرت لك فكرة هذه الفكرة، ومتى بدأت بتنفيذها؟ أرى الناس، رد الفعل من حول من كتبت عنهم؟ فكرة رسائل نوب الغياب هي تقريبا بدأت من 4 سنوات تقريبا، عبارة عن أطلب من مجموعة من الأصدقاء اللي معي في صفحتي على الفيسبوك من الأصدقاء والصديقات بكتابة 3 كلمات تعبر عنهم، وأقوم بكتابة رسائل تفصيلية لهم تكون بمثابة دعم نفسي أيضا للشباب والفتيات، خصوصا في دعم نفسي ممكن يكون تقديم لهم. الجانب الثاني، بس الجانب الأول في الأساس هو أنه مسؤوليتي الاجتماعية ككاتب، فتطلب مني القيام والإنصات للناس بحيث أنه ساعد على الاقل على التعبير من خلال، يعني ما عاد الناس ما عادوا قادرين حتى يعبروا بالكلمات، كيف ممكن يعبروا في الجمل؟ فالبعض بيشوف انه كتابه 3 كلمات كاتب بيعمل على انه يحولها الى رساله تعبر عنه وتلهمها ايضا في تجاوز المشكله. هذه كانت اثارها ايجابيه، خصوصا من ردود الفعل اللي شفتها من كثير من الاصدقاء والصديقات. فتسميتها رسائل نوب الغياب لانه كان لي اصداري الادبي الاول الذي صدر من صنعاء في عام 2015 في ظل توقف مطلق للعمل الثقافي والادبي في اليمن، وكان حافز بالنسبه لي اني اصدر كتابي الاول في هذه الفتره، وخصوصا مع تلك توقف العمل الثقافي والادبي. والحمد لله رب العالمين، رغم انه كان بجهود شخصيه، لكن استطاع فيما بعد انه يحرك العمليه واثر كثير من الاصدقاء والصديقات. نعم محمد، احمل اسم الاصدار الاول. تفضلي. نعم محمد، للأسف الصوت غير واضح، أنا لا أتمكن من سماعك بشكل جيد، هنالك مشكلة بالاتصال، لا نسمع حديثك بشكل جيد. كنت أود أن أتوسع معك بالحديث وأسألك عن محاور أخرى، ولكن الاتصال غير جيد، سأعتذر منك محمد. شكرا جزيلا لمشاركتك معي في هذه الحلقة، أنا فخورة بك وبكل ما تقوم به، وفخورة أنك كنت معي بهذه الحلقة. شكرا لك محمد. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من صنعاء، معنا راوية العتواني. راوية هي رسامة مبدعة، نجمة، فنانة في سماء الرسم. مرحبا بك راوية، مساء الخير وعيدك مبارك، عيدك صحة وسلامة. أهلا وسهلا، تسلمي، الله يسعدك يا أمل. أهلا كل بك، كل عام بخير إن شاء الله، وإن شاء الله ينعاد علينا وعلى الجميع بصحة وسلامة إن شاء الله رب، يكون الحرب هذه قد انتهت إن شاء الله. أهلا بك راوية. راوية، أنت رسامة ولك العديد من اللوحات التي تم تناقلها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، كان هنالك انذهال من هذه اللوحات التي تم نشرها وشاركها الكثير ربما في اليمن وخارج اليمن. حدثينا عن كيف شعرت عندما قام الناس بإبداء كل هذا الإعجاب برسمك. بصراحة يعني إعجاب الناس بأعمالي وتشجيعهم لي هو اللي قواني وخلاني إنه أحاول إنه أكمل. فعلا راوية هنا لقت نفسها، أتمنى إنه أقدر أوصل قضاياهم والأشياء اللي يعني في مشاعرهم وكذا عن طريق الرسم. راوية، متى بدأت الرسم؟ كيف عرفتي إنك تمتلكي موهبة الرسم؟ متى بدأتي؟ إيش اللي حمسك إنك تستمري؟
من زمان كنت أرسم، بس بصراحة يعني اللي حفزني أنه أنطلق بشدة فعليا هي الحرب. في 2015 بدأت كرسامة وبدأت في عالم الفن والتشكيل. الحرب خلتني لازم أعبر، يعني أقرب شيء أنه أعرف أعبر فيه من خلال الفرشاة، الألوان، ما عرفت أتكلم كثير، أتفلسف كثير، لا، أنا أحس أنه اللوحة واللون والفرشاة قدامي بقدر أعبر عن اللي داخلي. نعم. ومن هنا بدأ. نعم راوية، إذا قلتي الحرب التي شجعتك ربما للرسم أكثر، شعرتي أنها ربما هذا السلاح الذي تملكينه، ربما هذه موهبتك هي الطريقة التي تعبري فيها عن الأوضاع؟ صحيح فعلا، لأنه الحرب يعني كانت حرب سياسية أكثر شيء. نحن كشباب أو كناس عاديين ببساطة ما عندناش القدرة أنه يكون لنا سلطة على الواقع، بس عندنا القدرة أنه نخرج مشاعرنا هذه بشيء نقدر نسويه. وخرجت المشاعر هذه بإيش من لوحات؟ ما هي أكثر اللوحات التي شعرتي أنها فعلا عبرت عما داخلك؟ ما هي أكثر اللوحات التي شعرتي أنها الإحساس أو الرسالة الذي فيها وصلت للناس؟ ما هي هذه الرسائل؟ حدثينا عن مقتطف من هذه الرسائل التي حاولت إيصالها عبر اللوحات. عندي عدة رسومات حاليا لأنه مش موجود قدامي حاجة، ولا كنت بوريك. في مني تطرق لموضوع النازحين، تطرق لموضوع العنف ضد المرأة في ظل الحرب اللي هي موجودة الآن، المشاعر اللي نحن كأشخاص مكبوتة داخلنا. في بعض رسومات يعني في بعض رسومات ما تنشرحش، بس أنا كان قصدي إنه أوصل هذه الرسالة من خلالها. نعم راوية، هناك الكثير ربما من يفتقدون روح الفن هذه التي تنبض داخلك، يرون أن مختلف أنواع الفنون في هذه الظروف نوع من التراف، ليس وقتها المناسب. كيف يمكن أن توصل لهم ما تشعر به حينما تقومين بمسك الفرشاة والرسم؟ ما الذي يعنيه لك الرسم؟ كيف جعلك تتجاوزين هذه المرحلة وتصمدين في هذه الظروف وتحاولين أن تستغلي هذه الموهبة لإيصال رسائل، لإيصال مشاعر كما قلتي؟ صحيح، أنا لاقي يعني حالي ناس كثير، مثلا لما أرسم، لما أخرج الشارع أحاول أشتي أرسم أو أبدأ أنزل أشياء كذا، يعني أنتم فاضين لنفسكم، الرسم أو الفن يعني أكل شعيش. بس هم فعلا مش عارفين إنه هذا الفن بالنسبة لنا أساس. نحن كمان بحاجة إنه نعيش، بحاجة لسلام، بحاجة إنه نأكل ونشرب طبيعي، هذه أشياء طبيعية. صحيح. بس كمان الفن أساس، نحن نشوف إنه الفن من خلاله ممكن إنه نعمل نهضة مجتمعية وممكن فعلا نقضي على الحرب إذا الناس بدأوا يفكروا بهذه الطريقة. تعبنا حروب، تعبنا دم، تعبنا تشريد فعلا. نحن لازم نتكاتف، لازم نكون مع بعض. لازم نحاول نشوف حلاوة الحياة، ما خلقناش نحن في هذه الحياة عشان نقدر نقاتل طول الحياة. صحيح. وراوية أيضا توضيح الفنون لا ما تأكلش عيش ببلدنا، ولكن في البلدان المحترمة تأكل عيش وتصنع من 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 شأن صاحبها قدر كبير. وأيضا في بلدنا الكل مش لاقي يأكل عيش، مش فقط الفنانين والمبدعين. راوية أنا سعيدة بك وسعيدة بما تقومي به، وسعدت أكثر أنك كنت معي في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك راوية، أتمنى لك الصحة والسلامة ومزيد من الإبداع. معنا مشاهدينا الكرام هذه المرة من مأرب المصور وصانع الأفلام ربما المتميز والفريد عبد الله الجرادي. مرحبا بك عبد الله، مساء الخير، عيدك مبارك، كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة. وكل عام وأنتم بخير، أهلا بك بالسادة المشاهدين، السلامة. أهلا بك عبد الله، بداية أهنيك على المبادرة الناجحة التي قمت بها للتذكير مشاهدينا الكرام. ربما الكثير منكم يعرف صورة الطفل النازح في مأرب الذي انتشرت له صورة مؤخرا وهو يرتدي نظارة قام بصنعها هو من علاقة ملابس وخضعت للمزاد، وكانت أو عادت بأكثر ربما من 1.5 مليون ريال يمني تم استغلالها لشراء ملابس العيد. عبد الله الجرادي هو من قام بالتقاط هذه الصورة وهو من قام بطرح هذه المبادرة. شكرا لك عبد الله على الصورة الجميلة، شكرا لك على هذه المبادرة، وألف مبروك على كل هذا النجاح. الله يبارك فيك، وشكرا لك، وشكرا للمجتمع بشكل عام، لأنه المجتمع من خلال هذه
الصورة، هو الذي وقف وساند وصدر هذه الصورة إلى المجتمع الدولي بشكل عام وساهم في هذه المبادرة بشكل كبير. رأيك يا عبد الله ما هو سبب كل هذا التفاعل من الناس؟ الناس محتاجة بس حد يبادر وهي بتنهض معه، يعني أنت هل توقعت كل هذا التفاعل؟ برأيك ما سبب كل هذا التفاعل الذي حدث؟ أنا لم أتوقع كل هذا التفاعل بسبب خصوصية الوضع الذي نعيشه الآن، لكن من خلال التفاعل الذي حصل والتكاتف الذي حصل من المجتمع حول القصة يدل على أن المجتمع يبحث عن بصيص، يعني بصيص أمل نحو أي موضوع آخر ممكن أنه يصدر أي بادرة أمل أو أي مشاعر صحيح. أخرى غير أخبار الحرب ومأساة الحرب الذي تحصل. صحيح، وهذا ربما أكبر رد على من يقولون أن الأعمال الفنية والمختلفة ليس بوقتها في ظل هذه الظروف، وأن الناس يا الله هي تجري بعد لقمة العيش. ربما تفاعل الناس هذا الكبير مع ما قمت به يظهر العكس تماما. طبعا بالعكس، يعني من خلال هذه المبادرة أو من خلال فن الصورة أو فن الشعر أو فن الرسم أو فن التصميم جعل العالم، يعني العالم بأكمله يلتفت إلينا، يلتفت إلى النازحين الذين نزحوا بسبب الحرب. المنظمات بدأت تركز على الموضوع الآن وعلى مأرب والمناطق التي يوجد بها نازحون. يعني الموضوع شكل أكبر من الضغط الحكومي وأي أي 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 مبادرات أخرى قد يعني لم تجد لها صدى. الفن قام بهذا الدور وبأكثر قدر ممكن من العائد، يعني نعم الفائدة نحو المجتمع. نعم عبد الله، في هذه الظروف التي تمر بها البلد، ما هي الصعوبات التي واجهتكم خاصة أنت كمصور وفي مأرب؟ هل ترى أن هذه الظروف كانت معوقات أمامك أم أنها مكنتك من صنع مواضيع ربما لم تكن لتحظى بصنعها في الظروف العادية؟ طبعا في الوضع العادي يمكن لأي شخص أن ينتج بشكل أكبر، بالذات الفنانين. الفنان بطبيعة الحال وبطبيعة الفن يتطلب مساحة هادئة يستطيع من خلالها أن يخرج بأفكار، أن يخرج بإنتاجات تفيد المجتمع بشكل أكبر. لكن الضرورة والحاصل والوضع اللي احنا محاصرين فيه بيخلي الفن محصور في جانب معين، وهو انك توجد حلول مساعده للوضع الذي انت فيه. فالحمد لله، يعني معظم الاعمال اللي بتخرج كلها تنادي بالسلام، معظم الاعمال اللي بتخرج كلها بتحاول انها توعي المجتمع، عكس اذا كان الوضع عادي كان بتكون الاعمال كلها مشتته وكل في وادي. لكن الحمد لله في هذا الوضع الفنانون يعني ركزوا على مهمة واحدة وهي وعي المجتمع، السلام في المجتمع، محاولة للخروج من مأساة الحرب، محاولة لإيجاد حلول قد تنهي هذه الحرب. نعم عبد الله، وايضا ربما في الوضع العادي تكون الكاميرا اداه للترفيه، ولكن في هذا الوضع هي ربما سلاح لمواجهه العنف، لمواجهه الوضع الحالي الذي نمر به في كافه جوانبه وانواعه. عبد الله شكرا لك انك كنت معي في هذه الحلقه، سعيده انك كنت ضيف عزيز معي في هذه الحلقه، وشكرا لك على الصوره المذهله التي قمت بالتقاطها ومشاركه العالم. شكرا لك واتمنى لك كل التوفيق. إذن مشاهدينا الكرام، معنا الآن من تعز مدير مكتب الثقافة هناك السيد عبد الخالق سيف. مرحبا بك أستاذ عبد الخالق. مرحبا بكم وعيدكم إبداع في زمن الحرب، وإبداع له تأثير لا ينتهي بإذن الله. أهلا بك سيد عبد الخالق، وعيدك مبارك وبألف صحة وسلامة. سيد عبد الخالق، رغم كل الظروف والوضع التي تمر به اليمن، ربما هي أسوأ ظروف قد تمر بها أي دولة عبر العالم، إلا أن شبابنا يخرجون كل يوم بإبداعاتهم المختلفة، الرسام مستمر بالرسم والفنان مستمر بالغناء والمصور مستمر بالتصوير، مع انعدام تام للدعم الحكومي لهم.
بماذا يشعرك كل هذا؟ طبعا الإبداع هو عابر لكل المآسي، دائما ما ينجح وينجح في أسوأ الحالات، الحروب، الحصار، بكل تأكيد أن تأثير الإبداع كان طاغيا. متى تم ذلك؟ سنقول عندما كسرنا حاجز الخوف. عندما يكسر المبدع حاجز الخوف يقدم إبداعه في أسوأ الظروف. هذا ما شكلت انطلاقته سعد الثقافة. أتذكر البداية كانت من سعد عندما كسرنا حاجز الخوف، خرج الفنانون يرسموا على الجدران في ظل الظلام والحرب، يرسموا الحياة، خرجوا ليقدموا مسرح الشارع ليضحكوا الناس التي أثقلت قلوبهم بهم الحرب والحصار وبالقتلى وبكل الأخبار السيئة. احتشد الناس، خرجوا. لن ينسى أحد أن قلعة القاهرة احتشدت بمئات الآلاف بآلاف الأرواح. كان ذلك في زمن الحرب. استطاع الفنان والمبدع أن يدحض كثير من التهم وأن يشكل جبهة ثقافية كبيرة. عندما آمن برسالته تعز احتضنت كثيرا من الفعاليات المسرحية الإبداعية. شباب وشابات تعز المبدعون استطاعوا أن يشكلوا صوتا قويا إبداعيا. تعز الثقافة والإبداع شكلت. نعم سيد عبد الخالق، بالحديث عن تعز وفعاليات تعز التي دائما ما تقام خاصة في أيام العيد، كان من الغريب أن هذا العيد لم تشهد تعز فعالية في العيد، لماذا؟ مكرهون في ذلك. كنا نستعد لبرنامج كبير جدا يبتدئ بمهرجان للمسرح، يبتدئ بمهرجان العيد، لكن نحن نخاف على كل جمهورنا الذي ساندنا. لا نريد أن يصاب أحد في زمن كورونا. نريدهم أن يصمدوا وأن يقاوموا، وبعد أن تنتهي هذه الجائحة بإذن الله برنامجنا ما زال مرسوما وسيشكل رسالة جميلة عن تأثير الإبداع والثقافة في زمن الحرب. هذه الجبهة الثقافية الكبيرة التي ما زالت الأقوى رغم طيش البندقية الانقلابية وصمود البندقية التي تقاوم عن العزة والكرامة. نعم، إذن أستاذ عبد الخالق، كان هنالك دائما عتاب على جهات الثقافة ومسؤولية الثقافة الغائبة في دعم الشباب المبدعين. ربما قد يكون الوضع غير مساعد، ولكن يتم دعمهم ولو معنويا بإقامة بتوفير لهم أماكن لعرض إبداعاتهم بتوفير ولو أقل الإمكانيات المتاحة. أنا معي كثيرة في هذا الأمر، لكن أتمنى أن يكون من باب الإنصاف أن تعز أصبحت استثناء في هذا الأمر. تعز أصبحت هي الحامل الإبداعي والثقافي الأول على مستوى الجمهورية، شرعية كانت أو انقلاب. كثير من النجوم أخذنا بأيديهم، أطلقنا كثيرا من الإبداعات. نحن رغم أننا عانينا إذا أن مركزنا الثقافي مدمر وما زال في واجهة الصراع، إلا أننا نقلنا كل إبداعات كثير من الفنانين والمبدعين المسرحيين، نقلناهم إلى المنتدى، إلى القاعة، قاعة أحمد عبد السعيد التي أصبحت قاعة قدمت كثيرا من الفعاليات في المهرجانات. أخذنا بيد الأطفال، قدمنا مهرجان النمو، قدمنا مهرجان الفرحة المحاطرة، الفنون التشكيلية، العالم يرسم، تعز السلام والمحبة. قدمنا كثير من الفعاليات وأخذنا بأيدي كثير من الفنانين التشكيليين، المسرحيين، الغنائيين، الإنشاد. قدمنا مهرجان تراتيل القرآن الكريم. ما زلنا نقدم مهرجانات نوعية ومستمرة. نحن نقوم بدورنا، وعلى من لا يقومون بدورهم أن يتحمسوا، أن يقفوا، أن يساندوا كثيرا من المبدعين. هؤلاء هم رأس مال الوطن. الثقافة عندما تنجح يتعافى الوطن ككل. هي ما نحتاجه فعلا الثقافة بمؤازرة الانتصار أو التخلص من أي فكر سلالي كهنوتي. نحتاج أيضا الوعي، الثقافة أن يكون موجودا عند كثير من الجمهور، وهذا ما يسمعه المبدعون، وهذا ما الجهات الحكومية أن تقوم بدورها. ومزيد من الإبداع، شكرا لك سيد عبد الخالق سيف مدير مكتب الثقافة في تعز، نورتنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، معنا حنان الصغير وهي كاتبة محتوى من صنعاء. مرحبا بك حنان، مساء الخير، عيدك مبارك وصحة وسلامة. أهلا وسهلا حنان. أهلاً، أنت أهلاً.
كاتبة محتوى وربما اشتهرت مؤخرا بكتابة الأغاني المغنى، أبرز الأغاني التي حصدت إعجاب وشهرة في الفترة الأخيرة كانت من كتابتك. ما الذي دفعك للتوجه لكتابة الأغاني؟ كيف جاء الموضوع، بالصدفة ولا كان مقصود؟ في الحقيقة هي إمكانيات نسعى أن نتجه لها نحن الشباب. أنا كاتبة محتوى، شاعرة غنائية، أسعى بالكلمة أن أغير الفكرة، أن أبعد التجاهل نحو الفن الذي يحدث مؤخرا. في الحقيقة هناك قلة وعي بارز وواضح بأن الفن لا يصنع شيء، ليس له دور في تغيير الوضع المأساوي الذي نعاني منه نحن الشباب والكبار والصغار، لكن في الحقيقة هو بصيص أمل ظهر مؤخرا تأثيره وبشكل تصاعدي، لذلك ما زلنا نحن الأمل أنه يحقق تأثيرا أكبر. نعم حنان، ربما قد تصيغي عدة رسائل بخطبة حنانة رنانة طويلة من كم صفحة، ولا أحد يستمع ولا أحد يدرك ولا يعي أي من الرسائل الواردة فيها، ولكن ربما عشرات ومئات الرسائل ربما قد تصل عن طريق أغنية. نعم تفضل. نعم بالطبع صحيح، أتصل بشكل أسرع. صحيح حنان، طيب ردك على الناس الذين يقولون أنه ربما الوقت غير مناسب، الكثير ممن علقوا على هذا الموضوع عندما قمنا بطرحه في مواقع التواصل الاجتماعي، الناس مش لاقية ما تأكل، الناس بتموت بالأوبئة، الناس بتموت الآن بالكوليرا، الوضع المعيشي سيء للغاية، وأنتم تقولون يرسموا وغنوا. والله في الحقيقة يا أمل نلاحظ أن هؤلاء الفئة من الناس الذين يكررون هذه الأقاويل لا يفقهون دور الفن الحقيقي والواقعي عبر التاريخ، لا يقرؤون عن الأدب التاريخي، لا يعرفون أن الفن له دور كبير في ملامسة الواقع. لو رجعوا قليلا إلى التاريخ سيجدون أن الفن فض نزاعات كبيرة وحل مشاكل مأساوية تاريخية على مدى طويل. فجد الوحيد أنه عودوا إلى تاريخ الفن، عودوا لمعرفة النصوص، عودوا لمعرفة ماذا صنع الفن فعلا عبر التاريخ. نعم، إذا شكرا جزيلا لك حنان، أتمنى لك كل التوفيق والنجاح والسلامة أيضا. شكرا لك حنان. مشاهدينا اتصل آخر هذه المرة، ذي يزن العلوي جرافيتي من صنعاء، مرحبا بك يزن، مرحبا بك، عيدك مبارك، عيدك صحة وسلامة. اهلا اهلا بك عزيزتي امل، واهلا بالمشاهدين ايضا. يزن الذي ربما تابع مشوارك الفني منذ الانطلاقة مع الفنان اليمني الكبير مراد سبع، وهذه تحية له، كان من ربما من قبل الحرب أو من بعد الأوضاع في 2011، وثم توجهت لأن تكون لك أعمالك الخاصة، وزاد نشاط خلال هذه الفترة، كيف كان الرد؟ ما الذي دفعك للاستمرار؟ ما هي المعوقات التي واجهتها خلال هذه الفترة؟ في البداية هو احنا بدأنا وتعلمنا اصلا الفن في الشارع، كانت بدايتي الاولى في الشارع، لما تعلم الرسم اولا في البيت، بعدين اول مدارس او المعاهد او الجامعات، بل تعلمت الفن بالاساس في الشارع، وكانت فترة نقدر نقول انها جيدة لانها كانت مرحلة انتقالية، وكانت تحظى بحرية رأي وتعبير كبيرة، كان القضاء واسع أمامنا، واستطعنا أن نقوم بعمل الكثير من الأفكار ومناقشة القضايا الحساسة وكثيرة جدا. الشيء أنه هذا الشيء دفعنا أن نحن نستمر بحملات أو نأسس لفن شارع يمني في الشارع اليمني، وأطلقنا عدة حملات، لكن كما هو معروف أنه الانقلاب ميليشيات الحوثي في صنعاء، وبعدها أثروا التحالف العربي و قيام الحرب ايضا في اليمن، وهذا شيء مأساوي، هذا الشيء هو كحدث سياسي لكنه احدث لنا تغيير كبير في الارض، وايضا ظهرت مشاكل وقضايا جديده يجب ضروري ان احنا نناقشها. يعني كان في البدايه كنا نناقش قضايا يعني تتعلق بالفساد، تتعلق بحريه الراي والتعبير، تتعلق بقضايا كثيره، لكن بعد الحرب ظهرت مشاكل جديده، القاصفه، الالغام، مشاكل كثيرة استطعنا أن نحن نقوم بمناقشتها، وأعتقد أننا محظوظين أننا ما زلت موجود في صنعاء حتى هذه اللحظة، ومستمرة بالرسم حتى هذه اللحظة.
نعم يزن، كان من الملاحظ أيضا أنك توجهت إلى ربما أسلوب جديد من الرسم باستخدام الخطوط في مجموعتك، في مجموعتك ملوك الحرب. ما الهدف وراء هذا الأسلوب الجديد؟ حدثنا عن المجموعة. أنا في البداية كفنان لا أحب التكرار الذاتي، دائما أهوى التجديد، يعني في كل لحظة أشوف نفسي أن أنا توقفت في مكان أو استقريت في شيء ضروري أن أنا أجدد نفسي بشكل مختلف. في هذه المجموعة حاولت أن أنا أسوي الشكل الجديد، كما هو معروف أنه قضية مثل هذه القضية ما أقدرش أن أنا أرسمها في الشارع، مع أن أنا سويت جدارية واحدة في صنعاء عن ملك الحرب وطم طمسها بعد شهر، وبعدين مستمر حتى هذه اللحظة برسم هذه المجموعة في البيت بأعمال ورقية وهذا الشيء. الشيء الذي يميز هذه المجموعة أنه حاولت تصوير شيء مختلف عن الذي يقوم به الفنانين بشكل عام، وهو تصوير الضحايا أو توثيق الحرب بشكل عام. هذا الشيء مهم كمان، أنه كل فنان يحمل دور مهم، لكن أنا حاولت أنه يكون دوري أن أنا أصور ملوك الحرب أو الاستغلاليين الكبار في هذه الحرب، آلهة الحرب كما يسميهم البعض، الذي يقوموا باستغلال الحرب لمصالحهم الشخصية، وما زال حتى هذه اللحظة أنهم يحاولوا أنه الحرب تستمر بأكبر قدر ممكن. صحيح. ديازان العلوي رسام وجرافيتي، كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك ديازان، أتمنى لك وافر الحظ في أعمالك القادمة وأيضا الصحة والسلامة. شكرا لك ديازان أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا اتصال آخر هذه المرة من اسطنبول، معنا الشاعر أنس الحجري. مرحبا بك أنس، مساء الخير. أهلا، عيدك مبارك، عيدك صحة وسلامة علينا وعليكم وعلى جميع المشاهدين. أنس، ربما الظروف هذه غير داعمة للموهوبين، ولكن ربما كما قال الكثير أنه من المعاناة ولد الإبداع. حدثنا كيف أثرت هذه الظروف وظروف البلد، الظروف التي تمر بها اليمن، على 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 قلمك، على شعرك؟ أولا، العلاقة بين الحروب وتطور الفنون في أي مكان هي علاقة طردية، أي أن الفنون بشكل عام تتطور بسرعة أثناء الحرب والأزمات والمآسي، وهذا يعود لعدة أسباب. أولها رغبة الناس في الخروج من الواقع الحقيقي الذي يعيشوه في الحرب والدمار والقتل إلى الفن أو إلى الواقع الافتراضي، ليتسنى لهم نسيان ما هم فيه ولو لفترة قصيرة. والشيء الآخر وهو الأهم أعتقد، أنه ضعف القوانين التي كانت ربما مفروضة على بعض الفنون. الناس ينشغلون بالحرب بما يعني يجعل الشباب يأخذون راحتهم، نستطيع أن نقول الكاملة، ومن هنا يتولد الإبداع، أي أنه لا توجد قيود يعني كما كانت من قبل. نعم أنس، نصيحة تقدمها لي، ربما أنت في إسطنبول، لكن نصيحة تقدمها للشباب الموهوبين في اليمن. يعني في اليمن طبعا الوضع أسوأ بكثير مما هو علينا هنا في إسطنبول، وذلك لعدة أسباب، من ضمنها الحرب والأمراض حاليا في كورونا وكوليرا وغيره. لكن نصيحتي لهم بأن يستمروا، تأثيرات الحرب كثيرة ومأساوية، والفنون تعتبر الطريق الوحيد لإبقاء شمعة الأمل موقدة. عندما يتساءل الشخص الذي فقد الأمل بانتهاء الحرب وبالتالي فقد الأمل بنفسه وبحياته، ماذا إذا كانت ستنتهي الحرب أم لا، يجب على الفنان أو الرسام أو الشاعر أن يمنحه إجابة كافية شافية عن تساؤله، لأنه هو المسؤول الأول. الفن يستطيع أن يجيب على كل شيء وبطريقة تنسيه ما هو فيه ولو لفترة يسيرة. نعم، إذن أنس الحجري كنت معي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك أنس. مشاهدينا الكرام، هذه المرة معنا الممثل والنجم الشاب سليمان البرعي، ينضم إلينا من صنعاء. مرحبا بك سليمان، عيدك مبارك، عيدك صحة وسلامة. مرحبا بك، عيد مبارك، وكل سنة وانتم طيبين وكل السادة المشاهدين. وأنت طيب وفنان كبير إن شاء الله. سليمان، ربما كانت هذه المرة الأولى لك المشاركة رسميا ربما بمسلسل، هل كانت المرة الأولى أم كان هنالك مشاركات سابقة؟ لا والله مش المرة الأولى، كان في مشاركات سابقة عديدة، بس هذه المرة هنشاركها برزت أكثر.
وكم في مشاركات سابقه يعني. نعم، ايضا للتذكير للمشاهدين نحن نتحدث عن مسلسل سد الغريب الذي عرض في رمضان، كان سليمان احد نجوم هذا العمل، ووفق يا سليمان راي الاغلبيه ربما كان من انجح الاعمال التي عرضت في رمضان. بدايه مبروك كل هذا النجاح، مبروك لمشاركتك في هذا العمل الناجح. حدثنا عن عوامل النجاح، ما الذي جعل سد الغريب يتميز عن بقيه الاعمال؟ احنا ما كناش متوقعين نجاح هذا على الناس، يعني تفاجئنا بردود افعال الناس، وان العمل كان ناجح واعجبوا الناس كلهم. فعوامل النجاح عوامل عديده، اولها انه الطاقم كله كان شباب، طاقم العمل كله كان شباب، كان في معدات حديثه، كان في يعني اكثر من شيء ساعد على نجاح هذا العمل، وكان يعني شباب عندهم شغف للعمل، كان عندهم حب للعمل هذا، كنا نتعب، كنا نصور يعني نجلس يومين يعني يومين ثلاث ايام التاليه نصور، فزي ما قلت لك في الاخير طلع شيء جميل الحمد لله انه عجب الناس وكان حديث الناس في هذه السنه. نعم، وهذا كان ملاحظ كل العوامل التي تحدثت عنها سليمان كانت ظاهرة للناس في العمل، الشباب المبدعين، الطاقم الشاب، الإنتاج المحترم، الاحترافية في الإنتاج ربما لم نلحظها من قبل، كانت لأول مرة أن نلمسها بعمل يمني بهذا الاحترافية، بهذا الإبداع، بهذا الاحترام. احترمتم عقول الناس وعيونهم فعاد بهذا النجاح عليكم. شكرا لك سليمان لمشاركتك معي في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك ومبروك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، آخر اتصال معنا عبد الله شاروح وهو كاتب وروائي من مأرب، مرحبا بك عبد الله. مرحبا بك عيدك مبارك عبد الله وصحة وسلامة. عبد الله أنت كاتب وروائي وتسكن في مأرب، في هذه الظروف ما الذي تمثلها لك ولمسارك الفني لكتاباتك؟ كيف يمكن تطويع الفن في مواجهة هذه الظروف التي تمر بها اليمن؟ الحقيقة بالنسبة للفن يعني أي إنتاج فني في حقيقة يجب في ظرف الحرب التي نعيشها حاليا، الغايه الاساسيه لا اذا كان عملا جيدا انه اداه لمحاربه الحرب. الفن لا يقدس الحياه، الفن يقدس مفهوم الحريه، الفن ينطلق تجاه القيم، يعني الفن يختلف عن العمل الصحفي في اشياء كثيره جدا، العمل الصحفي يهتم بالتفاصيل وإدراجها، بينما الفن يركز على القيم الكبرى أو القيم التي تعيش ما بعد الحرب وتعيش قبل الحرب، وهي القيم التي على أساسها يمكن للمجتمع أن يتجاوز مسألة الحرب هذه. هذه قيمة الفن يعني. نعم، ولكن مع الأسف عبد الله خلال ربما سنوات الحرب الخمس هذه لم تشهد الساحة الفنية اليمنية صدور أي رواية أو كتاب أو مطبوع، هل تحتاج لكل هذه الإمكانيات ربما والدعم لكي تنتج مثلا رواية؟ أولا في أشياء كثيرة يجب أن نناقشها في هذه المسألة. أول شيء أن العمل الفني، أي عمل فني يحتاج إلى فترة للاختمار، يعني الحرب نحن ما نزال في اوجها، يعني لم تبدا بعد، لم تجد بعد، ولا شك ان هناك الكثير من الروائيين ومن القصاص لديهم الكثير من الافكار، يعني وقد عاشوا هذه الحرب وتفاصيلها مثلهم مثل غيرهم ان لم يكن اكثر من غيرهم، يعني بالنسبه لهم الطبقه الاكثر حساسيه تجاه التهوه وتجاه الدمار وتجاه الحرب. لكن مسار الأعمال الفنية أنه يحتاج إلى فترة زمنية للنضج، والذي يكتب من خارج الفترة تكون كتابته أكثر نضوجا من الكتابة داخل الفترة نفسها، هذا من جانب. الجانب الآخر، هناك أعمال فنية قد أصدرت، يعني أنا لدي دوار الذي ثلاث قياس حراسة كتيبة لديها صاحب الابتسامة، وهناك يعني المزيد من الإصدارات في هذه الفترة. الثانية ما نحن كفنانين يمنيين أو كتاب أن نعيش أكثر من غيرنا تقريبا
من كل دول العالم نوع من الاهتمام من قبل السلطات يعني والمؤسسات الثقافية المعنية بهذا الشأن. هذا من جانب. من جانب آخر أنه يعني مثلا أنك تقدم عمل فني يتناول مسألة الحرب، الناس أو الجمهور أو المجتمع في هذه الفترة ويذهب إلى الأعمال الفنية هربا من الحرب، يعني لا يريد ما يذكره بالحرب وإلى غير ذلك. فعندما يجد أن العمل الفني الذي يطالعه هو أيضا يتناول نفس الغاية أو نفس المشكلة التي يعيشها ويهرب منها، فلا تنال مثل هذه الأعمال في فترة الحرب نفسها ما تناله لاحقا. يعني في مثل الأعمال الفنية التي تتناول مسألة الحرب ومسألة الاحتراب وتداعياتها والمفتوح وإلى آخره تكتفي مثلا من كونها يعني حين نعم وصلت الفكرة عبد الله. نعم وصلت الفكرة ولكننا للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة. عبد الله شروح كاتب وروائي كنت معي من مأرب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام نذهب لاستطلاع الجزء الثاني من الآراء التي أخذها مراسلنا من الميدان. في الحرب كلمة الحرب تعني ما تعني ويكفي أن يصل معناها إلى الجميع. لا يوجد متنفس وحيد للخروج من هذه المأساة ومن هذه من هذا الوضع الذي نعيشه سوى الفن. في هذا الوضع بالذات يعتبر المهمة واجبة على الفنانين والشعراء والمصورين وعلى الفنانين بشكل عام. مثلي أنا يعني رغم تواجدي في مأرب، معروف عن مأرب أنها يعني الصورة النمطية التي تكونت عن مأرب أنها حرب نار مشتعلة، لكن الحمد لله أنا والكثير من المصورين حاولنا أن نغير هذه النظرة وهذه الصورة النمطية عن المدينة من خلال بعض الأعمال الفنية وتصوير المناطق السياحية في المحافظة، تغيير الصورة النمطية تماما للمجتمع اليمني عن هذه المحافظة، والحمد لله تكونت صورة جميلة وأصبحت قبلة للكثير ويعني كانت محل إعجاب الجميع. الموسيقى والفنون هي وسيلة الشعوب الحضارية التي بواسطتها تبرز ما عندها وتبرز أحلامها وتبرز آفاقها وتبرز كثير من الأشياء في المجتمع. وفي الأوضاع التي نمر فيها نحن حاليا في الوقت الحالي في البلد لعبت الموسيقى ولعبت الفنون دور هام ومحوري في محاكاة الواقع الذي نعيشه. والله أنا من رأيي أرى أن صوت الفن والإبداع هو أبلغ من صوت الحرب، لأن الناس تميل إلى السلام بطبيعتها، فهل الحرب يعني تروع الناس ولكن الفن يألف بين القلوب ويجمع الناس. بالعكس في ظل الظروف الصعبة وظروف الحرب يكون صوت المبدع والممثل والكاتب أفضل من صوت أطلاق الرصاص، لأن صوت الكاتب والممثل والمبدع يعني يرفع بصورة إيجابية للعالم، صورة لليمن، صورة إيجابية، بينما يصل صوت الممثل والمبدع والكاتب إلى أرجاء العالم وينتهي صوت الحرب والرصاص. والله رسالة الفن هي الرسالة الأقوى من رسالة الحرب. رسالة الحرب رسالة دمار، رسالة الحرب يعني رسالة إنهاء المجتمع، لكن رسالة الفن الفنان ليس كما ليس أنه يعني أداة يعني يضع للضحك، ليس صح أن يضحك، ولكنه يرسل رسائل عديدة منها رسالة المحبة والمودة، سلام، رسالة السلم والسلام. رسالة الفن توصل إلى كل المجتمع، توصل إلى كل بيت. بدل حمل السلاح هو حمل الفن، يعني الناس خلاص ملت من المشاكل، ملت من الثارات، ولا بد أن نغير اللي يصير في مجتمعنا بدل المشاكل إلى باب الفن. اليوم الفن التمثيل يعني يوصل إلى كل بيت. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر كل من كان ضيفي معي فيها وأشكركم على المتابعة، والشكر موصول لزميلي معد هذه الحلقة الزميل عمر النهمي. شكرا لكم ونلقاكم على خير، كنوا بصحة وسلامة.